شوط ثاني يبدا حلو حلو. لعبود ايضا خطفها لعبود، تحضير في الجول في الجول. الان بدات المباراه للانتباك، الان يظهر الانتباك، الان تبدا حكايه الكوموندوز بهذه البطوله من اجل استعاده الذكريات والامجاد. السلو لسعد بعد عمل كبير من عبد الرحمن. هذه فيها فرحه، هذه فيها فرحه الان، وفيها بسمه وفيها رضا من خالد الدبال على عمل عبد الرحمن. لعبه صنع وسجل واضع فريق الان في المقدمه بعد تقدم السلولي من وحده بعد ان خطفها العبود. السلولي من وحده يضعها في شباك احمد الوهيبي، الشباك والمرمى الخاليه.